اجى الرزق ابو الروض، يلا حرش له انبوز يا رب. السلام عليكم. على راسي والله ميت وردي. على راسي والله يا ميت، اهلا وسهلا. ليه وسهلا؟ معيتك بس بدي اسالك سؤال. لعيونك يا بيلي. الله محييك. بدي اشوف هاي السيارة اللي هي قد ايه بتسوى؟ ايوه وين ابو الروض؟ على راسي والله. الله معي، شلون الشغل؟ والله مثل ما شايف عم كش دبان. الله حييك. على راسي والله. لك وز. اهلين 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 اخي ابو الروض، الله يحييك. معيتك هي السيارة، هي ورقة. بس بدي اسال قد ايه بتسوى هلا؟ يلا قوي قلبك. والله ايام علمين يعني شد سوقها لحد المليون. دبرها. والله ما بتسوق اكثر من هيك. كانت اغلى. كان السوق وضعه هلا وضع اكثر هيك. على حظي الوضع صار. والله يا اخي هيك. كتر خيرك، لا تواخذ لا تواخذنا. على راسي. الله محييك. وز. لك شباب شباك مبوزين، ليش هيك مهموم؟ تركني بهمي لك عماد، تركني بهمي. همي جبال ما بتشيله انا. لك اخي شلون بدي اتركك بهمك؟ احكي لي، فش قلبك، بركي بقدر ساعدك. فعلا اللي ما له حظ لا يتعب ولا يشغل. وليش بقى هيك عم تقول؟ احكي لي، فش قلبك لك يا اخي. السيارة اللي ربحتها نزلتها على السوق، حزير قديش دفعوني فيها؟ قديش؟ مليون ليرة. شو بقول مليون ليرة؟ مو عاجبينك؟ جايينك على برد الماء. لا ولسه عم بتقول لي اللي ما له حظ لا يتعب ولا يشقى؟ بتعرف انا لو ربحانها قبل بشهر قديش كانوا دفعوني فيها؟ قديش؟ مليون و350 الف. يعني انا خسرت 350 الف ليره لانه فتحوا الاستيراد. صار لهم 700 قرن مساكرينه، ما لا يفتحوا استيراد السيارات الا على حظي. جاب اخسر 350 الف انا. كل العالم بيحق لهم يحكوا على قله الحظ الا انت. على كل لا تهتم ولا تزعل ولا على بالك، اعتبر حالك ربحت السياره قبل ما يصدر مرسوم استيراد السياره. شلون بدها تصير هي؟ بدك ترجع لي عقارب الساعه لورا ما بيرجعوا. لا سيدي انا ما بقدر ارجع شيء لورا. انا حادفع لك حق مليون و350 الف ونخلص من المشكله. لا حبيبي لا، انا فتلت السوق كله وطلع حق مليون. بدك اشتريها بمليون و350 مشان ضلت تهتني. ما انا ما بدي حدا يهتني، مو ناقصني حق مليون. بدك اياها بتدفع مليون بتاخذها مثل ما بدك. ها تكرم عينك، وهلا بكتب لك شيك بالمبلغ. ها ايه، والسياره انا ببعت حدا بياخذها. شو بدك تساوي فيها؟ اذا لازمتك خدها بعطيك اياها. لا حبيبي، رجعت تتمنفخ علي؟ بدك تهتني كمان؟ ما بدي تعطيني بخشيش؟ لا اخي انا بعتها ما بدي اياها، بس عم بسألك شو بدك تساوي فيها انت؟ انا اساسا اشتريتها للرجل اللي بده يستلم لي اداره المعمل، ما بدك اياها؟ عمرك ان شاء الله ما يكون بدك اياها. هم إيه علي؟ ما علي بعته اياها طخ. عروس. تفضل يا سيدي، ان شاء الله الف مبروك. سلمني على العنزه. ها الله يسلمك يا رب. الله معك، دير بالك عليها. بتعرف تسوق؟ يعني عم اتعلم. يلا مو مشكله، نحن بدنا ب 700 حياة تفوت مثلنا. الله معك. مع السلامه. بشحمه لساتها بشحمه. الله معك. لا بيعرف يسوق احسن مني. الله مع دواليبك. شبك مطموزة؟ وانت ليش مبوزم؟ لأنك بعت السيارة وما ركبنا فيها ولا مرة واحدة. ايه لا تتكلم، بكرة بربح لكم أحلى منه. شو مفكر كل مرة بتزبط؟ ليش؟ كل مرة بدها تزبط غصب عنك ولا فما تروح. اشلاح من رجلك ابو صلاح وفوت لجوا. لبكي علي يا ابو سعيد، ما راح اشلح. اذا انباع بالعزل ابر هون، انا راح بشلح من رجلي وفوت لجوا. ايه ما قلت لي ابو صلاح، ليش جاي لعندي؟ شو القصه؟ هات البشاره. بشاره شو؟ لقيت لك زبون لارض خطيبتك، شافها وعجبته، بده يعمل عليها مجاني. وقديش دفع؟ مثل ما طلبته 10 ملايين. شوف ابو صلاح، اياك تجيب هالسيره لنظميه خانه. ليش بقى؟ بدي خلي لها اياها مفاجاه لبعد العرس. ها ليكون خايف لتقوم تتصرف بحقها قبل ما تصير عندك. لا مو قصة خايف ابو صلاح، بس يعني انا حاجتك ابو سعيد حاجتك علي. ايه ما حدا بيعرفك بالحارة قد مني، بس ما قلت لي شو بدنا نقول للشرة؟ قل له صاحبة الارض مسافرة وبدها يومين ثلاثة لترجع. بس هيك عمولتي بدها تزيدها. امري لله، بزيد لك اياها. ايه بزيدها بزيدها.
شو شبعتي؟ مثل العصارة ما شاء الله حولك عم تقولي لي شبعتي؟ ما عم تقدر. هاي حقنا من ايدك لأن من ايدك. صح سلم هلا. عيبك يا رب. حبيبي؟ لساتك بتحبني؟ بحبك، أنا بحبك، بموت فيكي، بتتذكري قديش قاتلت مشان آخذك؟ بتذكر، ليش تجوزت علي؟ لك خلص بقى، نسيها القصة بقى، صيرة وصارت. للأسف ما بينتسى، وعدني إذا جبت لك صبي تطلقها. خلص ليجي الصبي مصلح النبي. مين؟ أنا سعاد. شو بدك؟ بدي إياك بشغلة ضرورية كتير 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 كتير. ضرورية؟ ترد عليها، هاي حركات نسوان، أنا اللي بعرف هاي الحركات، ما ترد عليها، مو ضرورية، أنا متأكدة. حبيبتي، بدك دقيقة شبكي مني. خليك جنبي. إيه صلي، طولي بقى، صلي على النبي. اللهم صلي على النبي. حبيبتي، بس أشوفها شوي برجع. لك ولا لهون لحالا. شو بدي؟ تعال حبيبي تعال، أصحك تخليها تضحك عليك. مين هي بدها تضحك علي؟ سهام. وبشو بدها تضحك عليه؟ بالحملة اللي عم تدعيه، هي لا حامل ولا شيء، هي بس عم تمثل عليك مشان تكرهني وتحبها لإلها. شو عرفك؟ لك يا حبيبي بالمنطق، معقولة صار لك 5 سنين متجوزها وما حملت، تقوم وقت تتجوزني أنا تحبال؟ فعلا معك حق. يعني الشغلة بالمنطق، إذا يعني ما مدورة بمخنا مزبوط مزبوط، ما بتزبط. تعرفي اذا طلعت عم تكذب بدي طلقها ودفل عند امها الكرك مني جرباني لمقنشها. شو رايك تفوت لعندها على الغرفه وتاخذ تعطي معها بالحديث لبين ما تتاكد انه عم تكذب عليك ولا لا؟ لا 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 تروحي مع الميتك، يعني انا بخاف الا هيك خبر تكون حامل عن جد، منكون بالطب منصير بالبيطره. شو بدك تعمل؟ اتركي لي اياها لبكره. يعني شو بدك تعمل؟ يبعتها بكرة تحليل. ممكن أعرف ليش حضرتك زعلانة لأنه بعنا السيارة؟ اعتبرينا ما ربحناها. ما بقدر اعتبر ما ربحناها، وقفت عباب بيتنا بس يا حسرة ما ركبناها. بسيطة، إذا كان مشال مشاوير ما تأكل هم، هلأ صار بجيبتنا 1,000,000 ليرة، إمتى ما بدنا بنقدر نستأجر سيارة من الصبح للمساء. لك هدول 1,000,000 ليرة لك صفصف، إذا بدك تعديه الليرة ليرة بدك للمليون ليخلصوا. وشو ناوي تعمل بال1,000,000 ليرة؟ ما بعرف، أنت شو رأيك؟ وبتعمل مثل ما بقلك؟ على الهوى ما بتقولي لي. اشتري فيهم بيت، أنت طول عمرك كنت تدعي إنه الله يطعمك بيت ملك، هي الله استجاب لدعوتك وصار معك 1,000,000 ليرة، اشتري فيهم بيت، هالأسعار البيوت نازلة. اشتري بيت اشتري بيت، ما بدي اشتري بيت. ليش؟ بعدين بحكي لك. لا هلا بدك تحكي لي. ماشي، هالمرة رح خالف القاعدة واحكي لي. هات لشوف. شوفي صفصاف، ب1,000,000 ليرة ما منلاقي بيت بنص البلد، معناتها من نلاقيه بعيد شوي، وبهالحالة بدي اتشنطط أنا وياكي والولاد، شو بدنا بهالشنططة؟ ثم افترضي إنه يعني اشترينا البيت، والله بعدي اسمه تأخر علي بالرزقة الثانية. شو بصير بحالتنا؟ بتفضى جيبتي، وانا متعود انه جيبتي تكون دفيانة ببرد بعدين، لذلك عم فكر بشغلة البيت يعني بالرزقة السابعة او الثامنة. شو ناوي لك ان تعمل بال1,000,000 ليرة؟ عندي مشاريع الخاصة. مشاريع شو؟ بعدين بحكي لك. بدي نام. اهلين. وبعدين معكم وبعدين مثل النحل لا بتناموا ولا بتخلوا حدا ينام. يلا ننام. تأخر كامل، صارت الساعة 8:30 ولسه ما اجى. بيكون القتل والضرب شغال بين الضراير واخوك كامل قاعد عم يفك بيناتهم. الله يعينك. ايجابي ايجابي بس عم ايجابي ايجابي، باركولي يا شباب باركولي ايجابي باركولي ايجابي 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 باركولي باركولي. التحليل طلع ايجابي
مرتي حامل وراح يجيني ولد. فرحت لك من قلبي، مبروك. الله يبارك فيك. ان شاء الله هالبيبي يربى بعزك ودلاله. يربى بعزك انت. بتعرف انه هالمره جديده طلع انتاجها سريع. بس مو الجديده، هي القديمه. القديمه؟ سبحانك يا ربي، سبحانك يا ربي. تعالوا لحليكم ولا لكم؟ بروح بحلي بقية الموظفين وبترك لكم الفضلات. إيجابي 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 إيجابي. خطي راح يطير عقله من الفرح. إيه معه حق، هذا أول ولد، بكرة بس تتزوج تعرف شو معناته الحكي. إيجابي إيجابي إيجابي. باركيلي مسوس، باركيلي إيجابي. شو هاي البيت؟ شو وينه العدي؟ إجازة صلى يومين. يا خسارة، إيجابي كنت بشرب شارة. شارة شو؟ لك بنت حماه ايجابي حامل يعني مرتي. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيكي. شوفي على الخبريه بتستاهلي تحلاي، يطلع فيك شقليطه. ولا اقول لك راح طعمي بقيه الموظفين وبرجع بخلي لك الفضلات. ايجابي 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 ايجابي. وين وصلت بالمشروع يا استاذ عماد؟ هلا عم ببني برج لمحولة الكهرباء، والحمد لله رب العالمين، فضل استاذ نبيل صارت عم تمشي الامور اسرع. استاذ عماد، اذا بدك مساعدة انا بعرف ناس مهمين كتير بيمشوا لك شغلك وبيسروا لك امرك بدون ما تدفع ولا فرنك. حلو، اجيت والله جاب. شوي شو اجيت والله جابها؟ دين احنا ما بدنا واسطات خيط، لو بدي اشغل واسطاتي انا كان عم انتج بالسنة الماضية، بس نحن ما بنحب الواسطات، مدري ليش يوم. هلا شو بدك فيها الحكي؟ خلينا نتيسر. صوص اذا صارت تنتين وربع وما اجينا بتروحي لحالك على البيت، حاسس بدك تتعسر معنا اليوم. ليش بدك تتعسر؟ لاني متصبح بوش حماتي. بس انت انا بقولتي ما صبحت بوش حماتك، انت تصبحت بوشي انا. ايه صحيح والله، ما زعلت. معناتها بدها تتيسر، هلا المعامله بدها تنط نط، خلينا ننط نلحق شغلنا. عن اذنكم. يعطيكم العافيه. ميساء؟ هلأ كل ما واحد إجا بدك تفهمي إنك مدعومة وفي وراكي ناس؟ دخلك؟ وإنت شو اللي زعجك؟ هلأ اسمعوا مني إنتوا التنتين، حاجة تتناحروا مثل الديوك على جاجة. بس أقعد أنا مع الأستاذ عماد بسألوا عنكم إنتوا التنتين، وإذا كان معجب بوحدة منكم الثانية لحالة بتصف على جنب، وإذا ما كان معجب بولا وحدة منكم اثنيناتكم بتصفوا على جنب وبتنزلوا على كتافي وكتاف جوزي. مفهوم؟ مفهوم. باشروا شغلكم. بشارة؟ بشارة شو؟ عم تحكي جد؟ لك تقومشي قلبي يا سهام، ألف ألف مبروك. لك ما بتتصوري قديش فرحت لك يا عمري أنت. قلي لي نشوف جوزك دري؟ إيه ودرتك شو كان موقفها؟ أخليها تنفلق. وينك أمي؟ في عندك حدا؟ طيب انا هلا بلبس ودقيقتين اكون عندك. يلا مع السلامه عمري، مع السلامه. الف الحمد الشكر لك يا رب. كيف الجرح دكتور؟ لحام لحام. ايه منيح الحمد لله منيح. الله يسلم هديات يا رب. ودياتك دكتور، الله يخليك بمعيتك. اكتب لي كم حبه لوجع الراس وكم حبه للالتهاب، خايف ليقوم يلتهب علي الجرح او يجعني راسي. انا بيجعني راسي، بيجعني على عيني. كتروا كتروا دكتور. ايه وشو علي؟ اكتب تحميل معلش، واكتب ببر كمان. تكرم تكرم، هاي ببر كمان. الله يكرمك يا رب. هلا هاي الوصفه بتجيبها من الصيدليه دكتور. الله يخليك، روح معي لحتى ما يقولوا لي انه عنا وما عنا. عمو هذا الدواء متوفر بكل الصيدليات. أنا بقصد صيدلة المستشفى دكتور. نحن بنصرف دواء هون للمرضى اللي عنا، اللي نايمين عنا، المرضى الخارجيين بجيبوهم برا. شو عليه بنام عندكم ليلة ليلتين؟ شو ورانا؟ ما ورانا شغل. عمو هاي وصفتك والله معك. شو هالدكتور هاد؟ يا لطيف شو قليل خير. لك شو هاد؟ شو عم يعملوا مهندسين جوا؟ لك عم يفحصوا الباطون والارتجاج بواسطة المطرقة. لك شو هالمطرقة هاي؟ خايف تتفسخ حيطان المعمى؟ لك ان شاء الله تتفسخ. هلا هذا اللي طلع معه معناتها انت رايد لي ضرر. لك يا بني ادم اذا تفسخت هلا بتطلع عيوبة وبتبين معنا قبل ما نبني المعمل، تخيل بعد ما نبني المعمل تتفسخ لا سمح الله وينهد. طمنا معلم، ان شاء الله مطرقتكم ما اثرت بالباطون؟ ما اثرت فيه نهائيا، لانه مصبوب ومطابق للمواصفات. على عيني شواربك على الخبرية. اطلع اطلع لأعمل لك فتلة بالشبع، اطلع احسن من حصان العيد. سكت.
عيون امك. الله يبارك فيك يا امي. خلي لي اياكي يا امي. قولي لي يا عيون امك، ان شاء الله رحامك مو صعب والبيبي ما عم يضايقك. هو البيبي ما عم يضايقني، في شغلات تانية عم تضايقني. شو؟ بعدين وحامي ماشي حاله، امي عم بتضايق من ريحة النعنع. 60 جهنم تاخذوا النعنع، لا تشمي ولا تاكلي، شو بدك فيه؟ كلي فصة، كلي حشيش، اللي بيجي على بالك كلي يا ري. شو بكي سعاد؟ ليش واقفة قدام الباب؟ مو قال لك كامل تديري بالك علي؟ لو سمحتي روحي اعملي فنجان قهوة لأمي، يلا. أنا مالي خدامة عندك وعند أهلك، أنا هلا بس يجي كامل بعرف شغلي معه. شايفة؟ شايفة ما أوقعها يا أمي؟ هيك عم تعمل فيني ليل نهار بدياني سقت. لك لا تفكري فيها ولا على بالك. لك أمي بيني وبينك ما أكون عواضة كنت طقيت وانفجرت، حق بإيدها لك أمي. بعدين وينك إذا صار وتقاتلت مع كامل؟ هذا بيكون من صالحك، بيبعد عنها وبيقرب إليك. عندك 9 شهور، إذا بتكوني شاطرة بتخليه طجة طلاق، وإلا بتروح عليكي. وإذا جبتي له صبي ببطل يدللك، فهمتي بقى؟ فهمت أمي فهمت. أصلاً أنا من الأساس هيك ناوي يساوي. صحيح ما قلتي لي كيف أختي صفاء؟ أختك صفاء يا حسرة قلبي عليها، ولي علي عليها الثانية كمان رح تجن. ولي علي خير إن شاء الله أمي. لك يا حبيبة قلبي ما بعرف، تقولي جوزها راكبه الحظ ركب، كل ما بتجي رزقة تخلص الرزقة الأولانية بتجي واحدة تانية على أكبر. لك رح تهستن، أنا خايفة عليها. مع حق يا أمي، مع حق تخاف، لأنه هدول الرجال ما لهم أمان، متى ما مشيت العملة بإيدهم بينسوكي بلحظة وبيكبوكي مثل محرمة الورق. الله يستر يا بنيتي، الله يستر. آمين. إيه أمي، كيف عمو أبو سعيد؟ لساتكم مقررين تعملوا كتابكم هذا الخميس؟ إيه إن شاء الله، بس يا ترى أنت بتقدر تحضري؟ لأنك هلأ أنت بـ3 أشهر الأولانيات هدول مهمين كتير. وينك؟ بدي إياكي ما تتعبي وتريحي لي بالك وتشغلي لي هالشوحة قد ما بتقدري. ارتاحي على كتافها وشغليها. لا توصي حريص أمي. هلا مو مبارح طالعت كل المحارم من العده ورديت رجعته؟ مزبوط. طب هلا ليش عم نطالعه مره ثانيه؟ عم شوف، بلكي كان في مبارح شي بطاقه ربحاني وما انتبهت له، بنتبه لليوم بالاعاده الافاده. يا حبيبي، طيب هلا وين بتحب اخذك؟ لسه بكير على نهايه الدوام مرتاح. شو رايك اخذك على مكتبه؟ لا ما حزرت. لك وين بدنا نروح؟ على الطريق بحكي لك. شو؟ عم سوق. ها يا على مهلك، ما تستعجل فيه، قدام شوي لا قدام. ايوه ايوه، كمان كمان كمان، هون منيح. ايوه هون. نزل معي لشو؟ لوين؟ هلا اذا بتقلي لوين ما لوين، لا ادحك بوكس رجعك على استراليا. ننزل امرك، بس يعني ما بيعرف ليش شو في. نزل قلي شو في وليش. اخي بتنزل وما بتحكي. هاي السياره شو رايك فيها؟ هاي لشو؟ شو لشو؟ رجعي قلي لشو؟ أنا عم بسألك شو رأيك بهي السيارة؟ خارجي أجروها مدحلة للبلدية، يعني للكب. وأنا هيك عم أقول، انزين نشتريها لك. شو هالحكي؟ لك انزين. صارت الساعة 2:15 لسه ما أجوا. لو بدهم يجوا كانوا أجوا. على إذنكم أنا رايحة مسرفيس. حبيبتي استني شوي، استنيهم شوي، بلكي كانوا طالعين على الدراج. يا حبيبتي يا مدموزيل نوال، أنا بعرف جوزي، هذا جوزي وأنا بعرف طبعا. لو كان عنده شك 95% إنه ما رح يخلصوا شغل بهالوقت ما كان قال لي روح. صفاء وعك تنسي. ها شو نسى؟ تسألي أستاذ عماد عنا حبابة. إيه؟ طيب أوكي، رح أعمل جهدي. باي يا جماعة. باي. عروس
شرف معلم، هي 500 ورقة اجلتك وهي 500 حلوة للسيارة. مبروك ان شاء الله بتتهنى. أمانة كل ما بدك اسألك اياها انا جاهز. لا شوف فكرني اجدب، كل ما بدي يطلع مشوار اعطيه 500 ورقة. براعيك بالسعر. كتر خيرك سيدي، خدومي. شكرا. على راسي. على شيء الدعاء. السلام عليكم. الله معك. كل ما عاد ما بيننا حبيبي هال 500 ورقة بستأجر ارخص لي. شو بدي اعرفهم انه سياره تبوه نايم؟ يلا اطلع يا سمسم. عمو الله يرضى عليكم، اذا بدكم اطلعوا نططوا على السياره كسروها بلكي بنصوجها على حساب اهلكم وبنبخها. يلا اطلعوا. ليش ولا؟ لك لا تقولي ولا. عم بسألك جاوبني ليش أخذ الصفر؟ نسيت حلي الوظيفة مبارح، شو صار؟ خربت الدنيا؟ أنا برجيك بس يجي أبوك شوف شو بده يعمل فيك. برجيك يا فسادة. ماني فسادة. أنت فسادة. لا فسادة. ها هي إجا أبوك. ولي إجاك البوت يا طارق. ستوب. لك وينكم؟ صعب يضل زمركم لحتى تردوا؟ بشو كنت عم تزمر لنا؟ يعني بشو واحد بزمر؟ بالسيارة. أنت قلتيها. أنا سيارة؟ سيارتي. لك مو على أساس بعتها؟ مزبوط بعتها، بس لما شفتك زعلتي أنت والولاد اشتريت واحدة تانية أكبر منها. الحمد لله طاروا المليون ليرة. شو قلتي؟ قلت الله يخلينا ياك يا نبيل، يلي ما بتحب تزعلنا أبداً. وين السيارة؟ وينها يعني بدي فوتها لهون؟ تحت. انت بتيجي يضربني بقى داخل ايه؟ لك يجي يضربني وشو ما صار يصير. تعالوا يا ورشيكم يا تعالوا. يلا بابا ليكا هديك شايفه ما اكبرها وينها؟ لك ليكا بس اللي كانت عنا احلى. قديش حطيت حقها الكركمه؟ اول شيء هي مو كركمه، وثانيا انا اخذها لقطه ب 350 الف ليره. الله يصلحك يا نبيل، بدك تخلي معك شوية مصاري ما حكينا شي، بس كنت اشتري سيارة ب 700-800 ألف تكون تركب. وهي كمان بتركب، لك هي من الذهب العتيق، بتفوت بالقطار ما بيصير لها شي وبطلع القطار عن السكة. مبروكة. آخ يا زمن آخ. آخ يا بابا آخ، اسأل الله لما كانت صفاء خانم، تقول لي إمتى الله بده يطعمنا موتير. حبيبي هي طب الجرة على أمها بتطلع البنت لتمها. سمير سمير وينك؟ طلع عليك الأمان. وينك؟ أنا ماني متخبي هون. تعال شوف أبوك اشترالنا. شو اشترالنا؟ سيارة. ما بصدق أنت فسادة، ما بتصدقي. والله العظيم عم كذب. تعال شوفهم على الشباك. وده شو عم تعمله؟ عم بستنى الأوتوكار. على عيني شواربك، عن جد شو عم تعمل؟ بعدين بحكي لك. ونصفي جكارة بحماتي، أنا رح أطفي التلفزيون. على سيرة حماتي، وينها؟ ما شفتها اليوم على الغداء. لا تكون راحت لعند عمي أبو سعيد لحالها. طمن، ما راحت لعند عمو أبو سعيد، راحت لعند سهام تبارك لها بالحمل. معناتها عديلي كسب الشرط. أنا شرط؟ بعدين بحكي لي. يقصف عمره جوز على هالعمة، بس لو ما كان تجوز عليها قديش كانت سهام انبسطت بالحمل؟ وإن شاء الله أمي بدها تعد لعندها شي شهرين ثلاثة أربعة. طمة، إذا كتير متضايق من أمي بكرة عرسة رح تتركنا وتمشي. هلا معقول تتجوز وبنتها حامل؟ وشو فيها؟ هلا أختك بأول حملة وبتكون تعبانة، والمرأة دائما بأول حملة ما بيسوى لا الزعل ولا الفرح. بقى اقنعي لي أمك تأجل عرسة شي سن زمان.
إمنا هلأ من سرت العرس اللي شو رح تعمل ببقية المليون؟ عندي مشروع ما بعرف إذا رح يبسطك. شو هو؟ رح اشتري لك غسالة أوتوماتيك. يلا جخي جخي وعمره ما حدا يرد. كتر خيرك، بس يعني ما قلت لي شو رح تعمل ببقية المصاري؟ شو رأيك اتجوز لي شي وحدة رابعة؟ نعم نعم نعم، متجوز علي تنتين ولسه بدك تتجوز الرابعة كمان؟ شو بكي عم بمزح معي؟ ما بتلقوا مزا؟ مدري ليش بيصدقوني بهالقصص. شو أخبار الببو؟ الببو بيني وبينك زعلان. ليش بقى؟ لأنه مرتك الجديدة زعلت أمه قام هو زعل. شو عملت له؟ هي ما عملت لي شي محدد يعني، بس الصراحة أنا عم بتضايق من شوفتها كامل، كل ما بتطلع فيني بحس الغيرة بعيونها والحسد عم يشرشر شرشرة، وأنا خايفة من كتر ما توتر لي أعصابي يجي البيبي مشوه. لا لا خلص، من بكرة ما بقى خليها تفوت لعندها على الأوضة. صهري هي سهام مو بس عم تتضايق منها لأنه يعني عم تطلع فيها، لا كمان عم تتضايق لأنه وجودهم بالبيت سوا مو منيح. وأنت يعني هي بيني وبينك هذا وحام، انت مالك مجربه؟ لا ماني حبلان ولا مرة، انا على كل احوال انا بحل الموضوع، انا بحله لا تهكلوها. الله يخلي لي اياك وما يحرمني من حنانك وعطفك. يلا تسمحوا لي انا. عادي امي خليكي قاعدة عنا كم يوم. لا عندي شغل، يلا خاطركم. هو قال لي بده يتجوز علي. دخيلك يا امي، قولي لي شو اعمل؟ ارتكب جريمة؟ لك شو انت مجنونة لك امي؟ شو عم تحكي؟ ترتكبي جريمة؟ ايه مجنونة، بالاول كنت شاكة انه بده يتجوز علي، بس بعد يلي قال لي اياه اليوم صرت متأكدة 100% ان ما تجوز اليوم بده يتجوز بكرة، وان مو بكرة بعد بكرة. لك يا عمري يا حبيبتي يا قلبي، بيكون عم يمزح معك مزح، لو بده يتجوز كان يتجوز بال 25 ألف ليرة اللي ربحهم من التلفزيون، بعدين بيني وبينك ما كان عطاك 15 ألف ليرة اشتريتي فيهم الفستان. الظاهر يا أمي راسم على جوازة دسمة وال 25 ألف ما بيعملوا شي، هلأ صار معه 650 ألف، تعرف شو يعني 650 ألف؟ يعني بيقدر يتجوز ثلاثة مع بعضه. يا ويلك يا صفاء ويا شحار ليلك على مخبالك. لك ايه حاجتك بقى ندب ندبي لتشبعي قلبي من الحام وضلاوي. يو هلو ابو سعيد. يلا ما في حدا. جواب جواب وطمني ابعث لي. ما شاء الله هي بعت لك عواد الجواب غساله بتطير ضبانات العقل. ان شاء الله بتتهني يا رب، هي اللي بتعمل هيك وهيك وهيك بتبرم بتدوخ الواحد. جايبة للغسالة أصلاً حتى يسكتني ويضحك علي فيها. إيه سكتي بقى، علي يضحك علي يضحك علي، لو بده يضحك عليك ما كان جاب لك إياها. افرحي بعبك وحاجتك أوهام. هلا هي أوهام هي، لو بيحبني كان جاب لي إياها من أول قبضة مو هلا. وكمان هلا بس تعطى ما يجيب لك إياها. حبايبي جوزي تجوز علي وأنا الحنة بإيدي، جوزي تجوز علي وانا الحنة بإيدي. ماما ماما تعي شوفي بابا شو جاي. شو جاي؟ خروف. خروف؟ ليش الخروف؟ اوعى 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 فوت. شو هذا بابا؟ هذا فيل. لا هذا فيل. لك كان شو هذا؟ هذا خروف. طالما خروف ليش عم تسألوه؟ ماما ماما لا شوف يا شوف. لمين هذا الخروف؟ هذا بدنا نوزعه للفقراء. شو المناسبة؟ شو نسيتي السيارة اللي صافي برا؟ برافو عليك نبيل، هيك بدي اياك دائما قلبك لله، بس ليش جبت خروف واحد كنت جيب لك شلعة خواريف؟ ان شاء الله بس الله يكرمنا بشلعة ملايين رح جيب شلعة خواريف. يعني ما رح يطلع لنا شيء منه؟ على عيني بروسلي، بكره لعيونك احلى خروف خصوصي الك.
يلا سوق ولا جوا شرفوا لحقنا مشي يا ما بتطلعي يعني ما بتطلعي لا تشبيها بدي اطلع بدي اطلع انا صايره مجنونه لك يخرب بيتك شو مجنونه بي عليك شو مشارك مشارك من بطنك على مهلي شو القصه شو صاير معك فهميني حطيني بالصوره اعصابي متوتره اعصابي متوتره يا كامل ما بعرف شو بني ما بعرف شو بني دخيلك دخيلك يا كامل بدري شو صاير دي جاني جاني انا مشكله شو عم يصير معك شو عم يصير معك ما بعرف سعاد سعاد ما عم بقدر اتصورها قدامي ما عم بقدر اتصورها لما بشم ريحتها بدري شو بستخدم بتقلب بنفسي بتقلب بنفسي يعني لها علاقه بو حامك هي ولك وليلي 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 هي ما عم تعمل لي شيء بس انا ما عم بقدر اشوفها ما عم بقدر اشوفها ما عم بقدر اشوفها نوب نوب ما عم بقدر اشوفها ما عم بقدر اشوفها دخلكم بكره بكره ما بدي اشوفها خيلك خلصنا بقى خلصنا اعتقيها لوجه الله اعتبريها ما انا عايشه معنا بالبيت بنوب ايه والله ايه والله شلون بدي انساها اذا كانت معي بالبيت شلون طيب انا هلا بوصيها ما تورجيكي خلقتها بنوب بنوب منيح هيك لا 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 مو منيح ليش لانه انا مو بس عم بتوتر من شوفة سعاد انا عم بتوتر اذا بحس انها ماشيه بارض ديار عم بتوتر من ريحتها مدري شو بيصير لي مدري شو بيصير لي بتوتر هيك برجف برجف بعمل لك شو القصه شو القصه اللي فيها طولي بالك انا اول مره بسمع بهيك قصه لك شو قصه هالوحام تبعك شو قصدك عم بكذب عليك انا عم بكذب عليك ما عم تكذبي عليكي ولا شيء هدي حالك هدي حالك شوي أنا لو الموضوع بيخصني إلي لحالي صدقني ما كنت اهتميت بس الموضوع بيخص ابنك الجنين أنا خايفة عليه من كتر توتر الأعصاب يجي مشوه يا حبيبتي يا عيني يا ضيي أنت إجباري الجنين بده يجي مشوه لأنه ابني قصدك أنا مجنونة يبليك بحطم على لسان خلص روي لك روي حبيبتي هاي مرايح شوفه هلأ مباشرة لسعاد بركان يا اخي خلص سعاد حليها برمي بقى ما بدي هذا البيت صار بيتي مالي رايحه هي اذا مزعوجه تروح لبيت اهلها لك يا حبيبتي يا روحي شو بيصير لك يعني بينخدش شعورك بتنجرح كرامتك اذا رحتي قعدتي لك اسبوع زمان عند اهلي حلي لنا اياها بقى القصه حاجه انت نازله فيها جكا يعني ما بدك يعني افرح بشغله الحمل بدك تطققيني ما بدي مالي رايحه الله يرضى عليكي الله يرضى عليكي يعني مشينا يا هالمرة لك يا كامل هي مرتك عم تتحجج بالحمل لك قديش سمعت عن حوامل بتوحموا بس ما سمعت انه وحدة بتتضايق من وجود شخص بالبيت معليش يا حبيبتي الله يرضى عليكي برد بقلك للمرة المليون يعني بدنا نسايرها بدنا نتحملها شوي مالي متزحزحة من هون يعني مالي متزحزحة بتصرف مع اخواتي السبعة لي يعني انا مع الاقزام السبعة مالي حسنان حتى اسل اخواتك السبعة خلص خليكي هون بالبيت مثل ما بدك بس يعني انت حبيبتي لا تجاكري ايه حاولي قدر الامكان تسايريها الله يرضى عليكي حبابه انت لك يا حبيبي لا تجاكرني ولا بجاكرها هي بغرفتها وانا بغرفتي يا سلام تمام هيك واذا ضليتي هيك بكره بدي اجيب لك مرحى لا ما بدي انا اقل من سناء ما بقبل يخرب بيتي بدها تفضحنا يلا انت وين مو بدي اتصل على الرسول 9-0-0-0-1-7-7-7 بحرين كول 9-0-0-7-7-7 وقدر مقصين وقدر مقصين على رمال شهورها شو ها؟ خليه خليه ديدي خلينا نشوف العروس بابا هلأ الواحد منا كم واحدة بيحسن يتزوج هلأ انت شو بدك بهالعلاق اتركي الرجال بيعرف حقوقه بابا الرجال بيحق له يتجوز أربعة بس إذا معك مصاري بتقدر تتجوز بيه الحمد لله طمنتني شو هالعلام يلي عم تعلمه يا للولد؟ هي اسمها ترباية هاي؟ طولي بقالك صفصاف هو بروسلي عم يمزح وأنا عم بمزح معه في عائل بالعالم بيجرب الجواز مرة وبعيده أنت ما بتعيده؟ وأنا بصراحة بعيده بحالي واحدة بس يعني إذا لقيت واحدة مثلك أمورة وحلوة وباعتبار إنك فريدة عصرك وزمانك ما راح ينعاد معي يضحك علي يضحك تكرم عيني اضحك يا عمالي اضحك بروسلي حاجة بقى صغري حاجة حاجة تكون مزح هلأ المزح بيقلب للجد وبتعدوا بتتقاتلوا انا بدي قاتلهم ليش هيك مو عملت اللي جي بس بدي قاتلهم
شان ايش بدك تقاتلها؟ مشان صالحها بعد ما تقاتل. بيقولوا انه الصلحه بعد المقاتل حلوه، مو هيك صفصاها؟ ما جربتها انا. شو رايك نجربها؟ من هناك؟ نحن هنا ونحن ايضا هنا نعتذر. تاخرت على عماد. استمر لانك بطل العاده، تعال حيروح على وشه. ما بنسى يوم تاخرت عن المحاضره وما رضيت تعطيني الدفتر اللي انقلها، تميت اخذك وجيبك وقيمك وحطك وسرقت لك الدفتر، قام طلع غير دفتر بالاخير. وشو عملت فيك انا يوميتها؟ تضرب باليدين ما تقلهم بوكسني. ليش انا لما سرقت له المكسليت لبيع الفول والحقني قاموا اجوا الشباب الفطوا له الحلي على الاخير. ما لقى شيء، كنا سألها ولساتنا. بتذكرك بشغله ما حتنبسط فيها، بتتذكر البنت الشقره الحلوه هي اللي عيونها زرق لما لحقناها ونعزمها على السينما؟ لا انا بعزمها لا انت بتعزمها، ان طلعت مدربة جيدو وقال العاطي خدعه. بتتذكر؟ تتذكر ما تنعاد، ساعتها انا اصرخ وهي نازله في جودانجي كوكي جودانجي اوكي، نزلت في خبط وانا قلت على مهلك عنا فحص. ايام حلوه ضعضعنا فيها. ايام كانت حلوه، بس كمان مره لكن ما كان يلتقي بجيبتي 10 ورقات، ما بعرف كيف كنت لحق ادرس قبل الظهر واشتغل بعد الظهر وطالع مصروفي. لك سعيد بدي اقول لك، مو مره اجيت لعندي بدك تغدى وما كان معك مصاري، انت اديت مني 5 ورق ووعدتني ترجع لي اياه، الى هلا ما رجعته. مزبوط ايه، بس الله لا يوفقه صاحب المطبعه. لك مدري شو عامل له، ما عملت له شيء، ما ليت له على غفله قلعني. ما بدي اجيب مصاري، صرت اتدين منك شوي ما اوفيك، اتدين من الثاني شوي ما اوفيك، اتدين من هذا ما اوفيك. صدق يا رجل كنت نام بلا اكل. شو مو ناوي تسدد ديونك للعالم؟ قصدك على 5 ورقات؟ ايه على 5 ورقات، هذيك الايام كانت تساوي دولار ونص، يعني هلا بتسوى 75 ورقة، شبهوا ال 75 ورقة، ما عاد يعجبوك عنزه. طيب بتاخذ بدالهم 75,000؟ لكان يا عمي سبحان مغير الاحوال، هلا صرت من اصحاب الملايين وصرت تحكي بالالاف، وانا كنت من اصحاب ال5 ورقات ولساتني بحكي فيهم. عم تحسدني؟ لك فشرت، ليش احسدك؟ انا عم ببكي على حالي لانه الدنيا مثل قبيل وجع عيسو، فرقت معي اني ضليت تحت، انا شي مره ينط شي تقل ما قبيل يرفعني لفوق. على شو احسدك؟ انا ما بحسد ديك على مزبلته. فعلا يا نبيل انا ما بنحسد، صحيح صار معي ملايين بس طلعوا من عيوني عامس، تغربت عن اهلي وعن بلدي وعشت وحيد لحالي، حتى مرتي الاسرائيليه ما كنت حاسس انها مرتي، ما كان في بيني وبينها لا رابطه ولا حس ولا حنان، حتى بنتي صارت مثلها. ما صدقت انت صفيت كل اعمالي من هنيك ورجعت لبلدي، احلى شيء عملته. اهلا وسهلا فيك ببلدك، هي بلدك عماد، قد ما فتلنا بهالعالم كله ما بنلاقي احلى من بلدنا. بتتذكر بتتذكر لما كنا نسميها بلد القطه، بتاكل اولادها من خوف عليهم. سأل الله. بتتذكر يا نبيل قديش كنا نحلم انه بلادنا تصير من البلاد النامية مو النايمة؟ يلا سيدي بكرة مشروعك بفيق البلاد النايمة. هلا عم تتمسخر؟ انا مستعد اقدم لبلدي اي شيء بيطلبه. لك عماد لبنا المحطة، انتو اللي معكم مصاري اشطر عالم بالحكي على الوطن والوطنية. حري حري شمس ما لحكي لك النكتة البايخة، في واحد بنى معمل على العظم ابو اكلوا الكلاب. لما جاب الالات نكوشوا اسنانهم فيهم. بايخة بعرف، بس بدي ضل احكي لك هيك نكت بايخة لتقلب لي المحطة البايخة تبعها. اخي ما بدي اسمع شيء، نعست وبدي روحنا. بعرف انه الغساله ما عجبتك، رح رجعها وخلي لك القديمه. انا لا، شو ترجعها؟ مين قال ترجعها؟ انا ما صدقت امتى خلصت من البرم والعصار. لكان شلون لا بتقولي لي شكرا على الغساله ولا بتقدحيني كم بوسه؟ شكرا على الغساله والبوسات بنأجلهم لبعد ما نخلص حديثنا.
أنا حديث. حبيبي شو رأيك نسجل أنا وياك على شي شقة بشي جمعية سكنية؟ حسبتها ما بتزبط معي. ليش؟ يا صفصف أنا كل اللي بقيان معي 600,000. كتير منيح، ندفعهم دفعة أولى ونتخصص بشقة، بعدين بنصير بندفع كل شهر قسط، هيك بيخلص حق الشقة وما بنحس بحقها. لك شلون ما بدنا نحس بحقها؟ بعد ما ندفع له 600,000 ونتخصص أكيد رح يطالبونا بدفعات كبيرة. تصوري إذا الرزقة الجاية تأخرت شو بصير فينا نحن؟ بنتبهدل. مين قال لك رح تدفع مبالغ كبيرة؟ ما رح تدفع شيء، الجمعية بتاخد على اسمنا قرض من المصرف العقاري وبتكمل حق الشقة. شو قلت؟ معك حق، هي ما كنت حاسب حسابها. ماشي، من بكره بننزل انا وياكي مدورنا على شي شقه مناسبه بشي جمعيه سكنيه. ليش لندور ونتعذب؟ ابن خالتي لميساء، ميساء رفيقتي بالشغل، كان مسجل على شقه ما عاد بده اياها، بده يترك البلد ويهاجر. يا عيب شو معني؟ هي بلد بتنترك، يا علي ما علي ما بتركها رغم اني عم بتفشكل بالويل انا كل يوم. لك هلا شو بدك فيه انت؟ بناخذ الشقه منه، الشقه محسوبه على الاسعار القديمه. أرخص من هلا. شو؟ وقديش بدهم أرباح؟ ما بعرف. طب اسأليها وبعدين بنشوف الشقة. لك هلا بتستاهل البوسات. وبعدين معكم بدنا ننام. حبيبي كنا بواحد صرنا باثنين. انا صايره مجنونه. شو بكي؟ ما عم بقدر نام يا حبيبي، ما عم بقدر نام. طيب شو رايك اخبطك ضرب على راسك خليك يغمى عليك؟ بدك تسقطني، بدك تسقطني ابني ما كرمان للقناه. لك حبيبتي لا بدي اسقط لك ابنك ولا شيء، يعني معقول انا اذي ابني؟ معقول انا ضره؟ بس انا ابني قلقان عليك، معقول هذا الشيء اللي عم تساويه؟ لو قلقان علي عن حقه حقيقي كنت عملت اللي قلت لك عليه. حبيبتي كمان يعني هلا كوني انت محلها، يعني بتلاقيها حلوه انه قلعت برات البيت بنص الليل؟ انا ما بكون محل حدا، ما بكون محل حدا. لك تعيطي خرب بيتك، في جيران، في جيران. لا تعيطي، عصبي على الهادي. انا ما بكون محل حدا، ما بكون محل حدا، انا مستانه انا ماني زعلانه مشاني يا كامل، انا مو زعلانه مشاني، انا زعلانه مشان هالببو، هالببو خايفه عليه من كتر التوتر العصبي يجي مشوه. حبيبتي خلص روحي، خلص لا تحكي، الصباح رباح. يعني هلا ما حلوه الا عب نص الليالي، حط رجلي بظهره وادفشها، ما حلوه. ما حلوه، ما حلوه. بكره بكره الصبح انا بحاكيها وباخذ وبعطيه معها، يعني الك علي ترجعي ما تلاقيها بالبيت، بدك ريحه وبركي ما حكيتها. لا لا تعرفيني انا رجال عن كلمتي، بحكي شغله خلص يعني منتهيه بسرعه مني، ما تحكي لي. بس انت روقي حبيبتي وهدي حالك، ايه واذا ضليتي هيك هاديه بدي اجيب لك مرحه. لا لا حبيبتي بكره عندي شغل، صارت الدنيا نص ليل، بدنا ننام بقى. ايه والله ايه.